حياكم الله. نصيحتنا الأخيرة بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من أمراض القلب واللي يودون أنهم يصومون، لابد من أنكم تحطوا بعض الأهداف الصحية لكم في شهر رمضان المبارك، مثل السيطرة على مثلا الارتفاع في ضغط الدم أو السكر أو الدهون في الدم، كذلك مثلا الأشخاص اللي عندهم بعض السلوكيات الخاطئة مثل التدخين أو الإكثار في شرب المنبهات القهوة والشاي، لابد من الإقلاع عن هاي الأمور. اللي عنده مثلا سمنة، السيطرة على السمنة، الابتعاد عن الأطعمة المقلية والأطعمة المالحة، الإكثار من شرب المياه في فترة الفطر، ممارسة بعض الرياضات الخفيفة. وإذا كنت من الأشخاص اللي يعانون من تورم في القدمين بعد الصلاة، بإمكان أنك أنت تصلي وأنت قاعد وترفع رجليك بعد الانتهاء من الصلاة لتقليل التورم، كذلك النوم لعدد ساعات كافية، الإنسان يأخذ راحته. وإذا كنت تشتغل في مكان يعني في مجهود كبير، لابد من التقليل من المجهود الجسدي لكي ما يسوي فيك الجفاف، كل هذا بالإضافة إلى زيارة الطبيب المختص بشكل دوري.